بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما بدأنا هذه الليلة الطيبة المباركة بالذي هو خير، نختمها أيضا بالذي هو خير، فنختمها بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نعيش في رحابها من قارئنا الكريم، إنه فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي أسعد، قارئ بمصر والعالم الإسلامي، ابن مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تفرون منه فإن
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن
واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وسلم وزد وبارك على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لفقيدتنا وارحمها عافها واعف عنها جاف الأرض عن جنبيها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز
واضرب. اللهم اجعل قبرها نورا، اللهم اجعل عن يمينها نورا وعن شمالها نورا ومن فوقها نورا ومن تحتها نورا. اللهم اجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها. اللهم زق الميزان بالحسنات. اللهم اكرم نزلها واسع اللهم مدخلها. جاف الارض عن جنبيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي عشنا في رحابها من قارئنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي أسعد، قارئ بمصر العالم الإسلامي والمقيم بمركز مدينة الزقازي، ختمت فقرة هذه الليلة التي أقيمت تكريما للراحلة الكريمة شكلت هذه الليلة عن رأس إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية دارت المهندس السيد قاسم المقيم بمركز مدينة هيلية شرقية عبر مخزن الفراشة دارت المعلم مصطفى أبو حجر المقيم بالمجازر. قام بتسجيل التلاوات في هذه الليلة المهندس ناصر صلاح مقيم بمركز ومدينة الزقازيق الشرقية. قام بتقديم واجب الضيافة خدمة البوفيه المتميزة بوفيه الهدى والنور لإدارة المتر محمود أبو صالح مقيم بالتل الكبيرة الإسماعيلية أسرة الراحلة الكريمة آل حلاوة الأكرمين الكرام وعنهم زوجها الكريم الكابتن أشرف عزة حلاوة ووالده الكريم الحاج عزة حلاوة ووالد المتوفاة المهندس سعد عوض. تقدمون بجديد الشكر والتقدير إلى كل من أتى مشاطرا ومشاركا واجب العزاء، شاكرا كل من أتى من أهل هذه البلدة والبلاد المجاورة، كل من أتى من رجال القوات المسلحة وعنهم تقدم بجديد الشكر والتقدير لمعالي اللواء محمود مدني وكل من أتى هذا المكان قائلين لهم جميعا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الدوام. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.